النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، أيضا درجة الحرارة كانت أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام، وساد طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل يصبح الطقس بارد إلى شديد البرودة مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية المعتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار الطقس المستمر الطقس المستقر والانقطاع المطري وكتلة هوائية دافئة يتم مراقبتها ويتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأسبوع القادم، وبالتالي ارتفاع لدرجات الحرارة واستمرار لهبوب الرياح الشرقية المعتدلة السرعة خلال الأيام القادمة. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية بدون فعالية فوق أجزاء من المنطقة الشرقية الشمالية وامتدادا حتى شمال الجزيرة العربية. سرعان ما تحركت هذه الغيوم شرقا باتجاه الأراضي العراقية فاسحة المجال ليسود الطقس صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم لإخراج توزيع درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع القادم، لنتحدث تحديدا عن الارتفاع الملموس على درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم. يوم الجمعة تستمر درجة الحرارة أعلى بقليل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، يسود الطقس مائل للدفء خلال ساعات النهار لكن بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، لكن تدريجيا خلال الأسبوع القادم واعتبارا من يوم السبت ستعرف درجات الحرارة ارتفاع تدريجي خلال ساعات النهار. درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن ذروة الأجواء الدافئة ستكون خلال منتصف الأسبوع القادم حيث درجات الحرارة ستكون عشرينية في أغلب مناطق المملكة، وبالتالي طقس دافئ بشكل لافت على غير المعتاد في مثل هذا الوقت من العام خلال منتصف الأسبوع القادم نتيجة لاندفاع لكتلة هوائية دافئة من الصحراء الكبرى الأفريقية مباشرة باتجاه مصر وبلاد الشام ثم لاحقا باتجاه العراق. هذه الكتلة الهوائية الدافئة ناتجة عن اندفاع وتسلسل لمنخفضات جوية فوق الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الرياح المتوقعة من نهار اليوم وحتى يوم السبت، حيث تستمر الرياح الشرقية بالهبوب في عموم مناطق المملكة، تكون بين المعتدلة والخفيفة، معتدلة خلال ساعات النهار تصبح خفيفة خلال ساعات الليل بشكل متكرر خلال الأيام القادمة. هذه الرياح تعمل على زيادة الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل. أيضا هذه الرياح ستكون أقل رطوبة من الأيام القادمة، وبالتالي تكون هذه الرياح نوعا ما جافة وبالتالي تزيد من الشعور بالبرودة مقارنة بالأيام السابقة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر، تتفرق بعض الغيوم، طقس غالبا صافي، 8 درجات مئوية الملموسة 5 درجات، الرطوبة 68%، أما الرياح تستمر جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، أيضا استمرار للطقس المستقر، درجة الحرارة أعلى بقليل المعدلات مثل هذا الوقت من العام، 15 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 7 درجات، نفس الحرارة يوم السبت، لكن يوم الأحد تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع، 16 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.